ممكن اسال حضراتكم سؤال، هي دي ازازه ميه صح؟ ينفع انا اقنعك ان هي كولا؟ يعني ينفع انا اقنعك ان هي بيبسي مثلا؟ اكيد لا. طب انت لما جبت كارلوس كيروش حد قال لك ان هو بتاع سكسي فوتبول؟ ما احنا عايزين نعرف برضو مين اللي قال لاحمد مجاهد، او مين اللي اقنع المسؤولين او الناس اللي بتعمل تحليل لمباراه مصر ان كارلوس كيروش هو جوارديولا. لا يا باشا، كارلوس كيروش طول عمره هو دي فلسفته في كره القدم، الراجل عنده تحفظ دفاعي، الراجل مش هيجي يقدم لك كره جميله. السكس فوتبول اللي انت نفسك فيها مش كارلوس كيروش اللي هيلعبها لك، فانت متعاقد مع كارلوس كيروش علشان خاطر الراجل عنده طريقه لعب دفاعيه هتساعد منتخب مصر، ده مفترض انت جايبه عشان كده. انت بقى مش عارف هو بيلعب ازاي، ولا عارف شغل التكتيكي عامل ازاي، يبقى دي مشكلتك انت مش مشكلته هو. هو الراجل بقى له 40 سنه بيعمل كده في الكوره، انت جاي على اخر سنينه التدريبيه وتقول له معلش انا عايز شويه سكس فوتبول؟ ده حتى لما راح يلعب هناك في كولومبيا سكس فوتبول كانت اسوأ تجربه ليه في تاريخه في عالم كره القدم. فمعنى كده ان احنا في البلاله، غير ان احنا اساسا عايزين نلعب سكس فوتبول بنص ملعب ميتان بقى لما اخذ معلش يعني. عبد الله سعيد مبطل كوره، اه كان المفروض يكون موجود مجدي افشه برده، لا طارق حامد كان لازم يبقى موجود، طبعا طارق حامد كان لازم يبقى موجود وقعدنا نتخانق عليه من الاول. النني وعمرو السلاوي وحمدي فتحي وخط النص اللي موجودين ما فيهم مهند لاشين وامام عاشور يقدروا يعملوا فارق؟ ابدا. طب الراجل ظلم حد هنا غير طارق حامد في خط النص؟ ابدا. طب هي دي اللعيبه اللي موجوده في خط نص منتخب مصر؟ اه هي دي. عايز اقول لك ان طارق حامد كان موجود كاس الامم اللي فاتت هو والنني، وكان معاهم كان معاهم عبد الله السعيد برده. فبسم الله ما شاء الله، يعني احنا خلينا طارق حامد في البيت وبنلعب بعبد الله بنلعب بعبد الله والنني، وبنغير طريقه اللعب اللي هو احنا الاول كنا بنلعب 4 2 3 1 كان يبقى عندنا مشكله. ليه؟ لان احنا لازم نلعب 3 في النص علشان خاطر الاثنين ما بيعرفوش يمسكوا نص الملعب، فقررنا ان احنا نلعب 4 3 3 بس نلعب 4 3 3 مسطحه، اللي هو مفترض ان احنا عندنا واحد هنا ناحيه اليمين بيبقى رابط ما بين خط الدفاع والباك اليمين والهاف اليمين، اللي هو مفترض النهارده ان هو استغفر الله العظيم محمد النني، والناحيه الثانيه عبد الله السعيد اللي هيربط بين ايمن اشرف ولعيب زي عمر مرموش. طب الناس دي تنفع تعمل كده؟ او ما تنفعش تعمل كده خالص والله، ولا تعرف تعمل كده ولا يعرفوا ينقلوا اكتر من كده، هم ما يعرفوش يعملوا كده. طب يعني غلط في طريقه اللعب؟ طبعا غلط في طريقه اللعب. طب نرجع ل 4 2 3 1 ما عرفناش نلعب بيها. طب نلعب 4 4 2 والله مش عايز اصدمك اقول لك ان احنا بنقلب كل ماتش طريقه اللعب ل 4 4 2 لما بنطلع مصطفى محمد، وسبحان الله بعد ما بنطلع مصطفى محمد بنقرر نلعب عرضيات، مش عارف العب عرضيات لمين بس يلا العب عرضيات. وفي الاخر الناس بتطلع بعد الماتش مصدومه، اللي هو انت مصدوم من ايه يعني؟ بسم الله مش بروفايل مدربك بيقول ان هو مش جاي يلعب كوره، بروفايل لعيبتك بتقول ان هي مش تعمل نتيجه ولا تعمل سكور، انت جاي واخدك العشم ليه؟ انا عايز افهم بصراحه، اللي هو باشا انت جايب العشم ده منين يعني؟ انا عايز افهم. طيب اه في ناس كانت بتتكلم اللي هو على فكره الفار وقف معاكوا فوق، يا باشا وقف معانا ايه؟ الراجل جايبه من هنا، جايبه من هنا ولف بعمر كمال، يعني هي من تحت من الرجل ما فيهاش حاجه، بس هو الراجل جايب عمر كمال من هنا ولف بيه، فهي الكره مفترض ان هي فاول. في ناس قالت لك لا بس الكره مش فاول، الكره فاول وباينه من اول لعبه ان الكره فاول، شنو لا هي من تاني لعبه لما اتعادت بصراحه بنت ان هي فاول. فلما تيجي تقول لي ان الفار وعايز تخش من ناحيه ان هو حتى الجون اللي جه فيك من غينيا بيساو مفترض ان هو مش جون، اللي هو جون والحكم ساعد، اللي هو انت عايز تهاجم كروش صح؟ هاجم كروش، بس قبل ما تهاجمه روح اتفرج عليه وعلى مسيرته التدريبيه وكان بيعمل ايه ال 40 سنه اللي انت جبته علشان خاطر يدرب منتخب مصر. انت مش عارف حاجه على كروش، يبقى المشكله في اللي جاب كروش، المشكله مش في كروش، لان الراجل مش هيجي يغير فكره عن الكوره عندك، هو بيعرف يعمل كده وهو متعود على كده وهو راجل بيحب الطرق الدفاعيه. يعني انت مثلا تقدر تقول لمورينيو تعالى قدم لنا سكس فوتبول؟ هيتقف في وشك، هيقول لك انا بقالي 5 6 7 سنين بحاول ان انا اخش مع الكره المعاصره ومش عارف، فهقدم لك سكس فوتبول ازاي؟ او مثلا تقول لي بيب جوارديولا انا عايزك تعمل لي اجلي فوتبول كده وتحاول تلعب لي ماتشات زون ديفنس وهجمات مرتده، هيقول لك يلا من هنا. فانت جايب مدير فني مش عارف هو بيعمل ايه وقاعد تعاقبه وقاعد تتخانق معاه، عنده مشكله في توظيف اللعيبه، دي مشاكل في جمع الداتا بالنسبه له للعيبه، ودي مشاكل بالنسبه للجهاز المعاون بتاعه. عنده مشكله في افكاره التكتيكيه؟ طبعا عنده مشكله في افكاره التكتيكيه، لانه بسم الله ما شاء الله اللعيبه بتاعته لا مساعدها تعمل معاه ادوار دفاعيه ولا مساعدها تعمل معاه ادوار هجوميه. يعني المشكله فين في منتخب مصر؟ مش عايز اقول لك ان حرفيا احنا يعني مش عارف اجيبها لك ازاي، بس احنا ما عندناش حاجه فيهاش مشكله، اللي هو احنا الحاجه الوحيده اللي ما عندناش مشكله فيها هو محمد صلاح. ومحمد صلاح على فكره برضو يعني الناس اللي هي لعبت كوره عارفه كويس قوي جو التلبيس في الملعب، اللي هو عمرو السولية في فرق ما بين الكروس وفرق بين التلبيس، يعني عمرو السولية فتح زاويه يشوط، لا انا العب عرضيه ابو صلاح كابتن وليه؟ ما هو ابو صلاح ضيع هو الكابتن البيس هو، انما انا شوط وضيع ولا لسه انا. فبسم الله ما شاء الله لما لعب عرضيه الله
مسطره مستر اسيست اللي هو يا باشا ده بيلبس ابو صلاح. لا بس مسطره الواحد بيتعب والله 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 العظيم الواحد بيتعب لما بيقعد يتفرج على منتخب مصر. احنا عارفين ان احنا جو سيرك قوي ومش جايين نلعب كوره، بس في ناس عندها امال وطموحات ان احنا نلعب كوره وسيكس فوتبول وناخد بطوله. وانا لحد دلوقتي نفسي افهم ليه، يعني نفسي افهم ليه التاريخ ماشي، ما انا بعد التاريخ ده هعمل ايه؟ مفيش، انا لسه عايش على التاريخ لا اكثر ولا اقل. فالتاريخ بتاعي ما يخلينيش ان انا منافس، انا التاريخ بتاعي يخلي الناس تخاف مني. حتى الناس بدات ما تخافش مني. المنتخب الغيني كان بيلعب قدامي زون ديفنس الشوط الاول، الشوط الثاني لما عارف ان انا مالت قرر ان هو يهاجمني. اللي هو حتى المنتخبات موضوع التاريخ ما بقاش بيجيب معاها. فانا نفسي افهم بصراحه انتوا جايبين المنطق والتوقعات العاليه قوي بالنسبه لمنتخب مصر منين؟ من عم رضا عبد العال ده راجل هباد يا معلم. على عجبك الفيديو اعمل لايك واعتبرنا هبات كده زي عم رضا عبد العال، وان شاء الله نبقى عندنا هبادين كتير موجودين تحت في القناه.